الثقافية الأدبية في ليس موقع منتدى الموريتاني للأدب روح فيهم من ما كنا ننتظره. في هذا المساء نجتمع معكم للاحتفال بانطلاق موقع منتدى الآداب. هذا الموقع نعلق عليه آمالا كثيرة في هذه الساحة بعد سنوات من تقصي واقع الثقافة وواقع النشر في هذا الوطن، وبعد تجريب إصدار مطبعة ثقافية رأينا أن ندخل عالم الكتابة الإلكترونية. نحن في المنتدى نرى أن الظروف ملائمة لانطلاق مثل هذا الموقع، لأننا في الساحة لا يوجد فيها موقع ثقافي، توجد فيها كثير من المواقع الإخبارية ما شاء الله، وكثير من الصحف الإلكترونية، وما شاء الله من المجموعات على مستوى التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الصفحات التواصل الاجتماعي، ولكن من الصعب أو حسب استقرائنا الناقص طبعا والمحدود لم نجد فيها موقعا ثقافيا. ونعتقد أن الظروف أيضا ملائمة، لا لأن الساحة لا توجد فيها مواقع ثقافية، وإنما هي ملائمة أيضا لأننا نعيش فترة ولله الحمد من الحرية. بدأ يتراءى صاري مركبه الجميل يشق الأفق ويتجاوز الوباء ويتمحض للتفاؤل بقدرة القادر ولطفه. لطائف الألطاف عليك بشعب جميل يعشق الشعر ويسمع النثر وينذر من كنانته ما اعتاده المبدعون العرب وحتى الأجانب. ما زلنا بحاجة إلى قاطرة من هذا النوع لتنطلق بسفينة الأدب الموريتاني مبحرة إلى شواطئ بلا حدود، وهو ما نعول عليه في هذه التجربة التي هي فرصة جديدة للنشر الواسع الذي يمكن أن يصل إلى مختلف الجهات، بعد أن شهدنا في مراحل مختلفة من تاريخ حركتنا الأدبية والثقافية ذلك الترهل وذلك الخمول في النشر بأسباب متعددة يشكل العبء المادي أبرز سماتها بالنسبة للكثيرين. استبشر بهذا المنتدى، ما أرجوه هو أن يتعامل خاصة الباحثون مع هذا المنتدى بتقديم دراسات جديدة وبإثارة الكثير من المسائل المطروحة في الأدب الموريتاني. نحن نعلم أن الأدب الموريتاني لا زال يعاني من مشكلة النقد، من مشكلة البحث، هنالك عوائق عدة تقف أمام ذلك. لذلك أرجو من الباحثين والمختصين في مجال الأدب أن لا يتركوا مثل هذا المنتدى للإبداع فقط، للنشر الإبداعي للشعر والقصة، أن يكون كذلك فرصة لاستقراء الحالة الأدبية الموريتانية وتقديمها فيما يمكن أن ينشر، حتى بعد نشره على هذه الشبكة يمكن أن ينشر كذلك في كتب وفي دراسات يمكن استغلالها من طرف باحثين من الأدب الموريتاني.